السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننفذ مع بعض غرزة أجور على شكل مروحة. زي ما انتم شايفين معايا قد ايه الغرزة رقيقة وناعمة، وليها استخدامات كتير. ممكن نعمل بيها بلوزات او لبس للأطفال. اللي احنا شايفينه قدامنا في الغرزة ده الوجه الأمامي للشغل، بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. اما الخلف فبيكون ده شكله، وعندي السطور الخلفية كلها بنشتغلها مقلوب. الغرزة سطورها قليلة وتنفيذها سهل، وان شاء الله يكون الشرح واضح. وهنشرح مع بعض الغرزة نظري، وبعد كده نشرحها عملي. العينة بتتكون عندي مضاعفات لعدد 14، عدد سطور عندي 8 سطور، ونروح مع بعض نشرح البطرون نظري. بسم الله. هنشرح مع بعض بطرون لغرزة أجور على شكل مروحة. لو احنا شفنا مع بعض البطرون، في عندي أرقام يمين الشاشة، دي أرقام فردية، وعندي أرقام زوجية في شمال الشاشة. الأرقام الزوجية دي هي السطور الخلفية، والأرقام الفردية هي السطور الأمامية. طيب لو احنا عايزين نعرف الغرزة بتتكون عندي من كام سطر، بنبص لآخر سطر عندي هو 8، يبقى عندي عدد سطور 8 سطور. بشتغل 7 سطور في الأمام، وبشتغل 8 سطور في الخلف. يعني السطر الأول والسطر الثالث والسطر الخامس والسطر السابع دي سطور أمامية، أما السطر الثاني والسطر الرابع والسطر السادس والسطر الثامن دي سطور خلفية. طب احنا عايزين نعرف الغرزة عندي بتتكون من مضاعفات العدد كام. لو احنا بصينا للسطر الأول، هنعد من أول الخط الأحمر لغاية الخط الأحمر اللي في الآخر. لو احنا عدينا مع بعض المربعات ديت، احنا قلنا قبل كده ان كل مربع بيمثل لي واحد غرزة. لو احنا جينا عديناهم مع بعض نلاقيهم 14 مربع، يعني 14 غرزة. يبقى عندي الغرزة بتتكون من مضاعفات العدد 14، يعني انا اما اجي ازود هزود 14، يعني 14 28، وعلى حسب ما انت عايزة تكرري العينة. ده بالنسبة لعدد الغرز. طب لو انا عايزة اكرر العينة في عدد السطور، هبدأ اكرر العينة من السطر الاول حتى السطر الثامن. يبقى انا هبدأ اكرر العينة من السطور من اول السطر الاول حتى السطر الثامن. طيب عايزين نعرف بقى طريقة شغل السطور الفردية وطريقة شغل السطور الزوجية. بالنسبة للسطور الفردية فبنقراها من اليمين للشمال، السطور الزوجية بنقراها من الشمال لليمين. طيب لو احنا بصينا كده، خلينا نشوف مع بعض قراية اول سطر اما نيجي نشتغله ازاي. يبقى انا عندي مربع وجواه مربع اسود صغير، ده معناه غرزة مقلوب. يبقى انا هشتغل كام غرزة مقلوب؟ هشتغل 7 غرز مقلوب في اول السطر الاول. يبقى اول السطر الاول هشتغل 7 غرز مقلوب. طيب وبعد السبع غرز المقلوب هعمل لفة. المربع اللي داخله دايرة معناه لفة خيط. يبقى انا بعد ما اعمل السبع غرز المقلوب هعمل لفة حوالين الابرة. بعد اللفة هشتغل غرزة عدل، وبعد كده لفة. المربع الفاضي ده معناه غرزة عدل، وبعد كده لفة. المربع ده جديد علينا اللي هو رمز مكتوب فيه 4 وفوقيه 8، يعني دوت مثلث ناقص ضلع او 8 وجواه 4، معناه اني انا بنقل 4 غرز على الابرة اليمين من غير ما اشتغلها، واجي اشتغل الغرزة الخامسة عدل، وبعد كده هقفل الاربع غرز اللي انا نقلتهم على الغرزة العدل. ده تفسير الرمز الجديد دوت. بعد كده هعمل لفة، هعمل واحد عدل، هعمل لفة. يبقى كده السطر الاول خلص، ولازم يكون نهاية السطر الاول بنفس عدد الغرز اللي احنا بدأنا بيها علشان يطلع معايا الشغل مظبوط. طيب ده كده السطر الاول خلص. هنشوف السطر التاني. احنا قلنا السطر التاني كله
مقلوب. يبقى احنا قلنا السطر التاني كله هيبقى مقلوب. قلنا السطر التاني بس، لا السطر التاني وكل السطور الخلفية، التاني والسطر الرابع والسطر السادس والسطر الثامن كله هيكون شغله بالغرزة المقلوب. لان احنا قلنا ان المربع الفاضي ده غرزة عدل بس في السطور الأمامية، لكن في السطور الخلفية تبقى غرزة مقلوب. هنيجي للسطر الثالث، السطر الثالث كله هيكون عندي عدل، لان احنا قلنا المربع الفاضي ده معناه غرزة عدل. السطر الثالث هيبقى كله عدل. السطر الرابع هيبقى كله مقلوب. نيجي للسطر الخامس، هنبص نلاقي السطر الخامس عكس السطر الاول. السطر الاول بدأنا بغرز مقلوب، السطر الخامس هننهي بغرز مقلوب. يبقى السطر الاول زي السطر الخامس زي السطر الاول بس بالعكس. لو احنا جينا وشفنا السطر الخامس هنعمل في الاول لفة، بعد كده غرزة عدل ولفة، والرمز اللي احنا بننقل اربع غرز على الابرة اليمين من غير ما نشتغلهم، ونشتغل الغرزة الخامسة عدل ونقفل الاربعة على الخامسة، وبعد كده لفة، وبعد كده غرزة عدل ولفة، ونعمل سبع غرز مقلوب. نيجي للسطر السادس كله هيكون مقلوب، السطر السابع هيكون كله عدل، السطر الثامن هيكون كله مقلوب. الباترون سهل والغرزة سهلة التنفيذ، وكمان اللي بيسهل علينا في اي غرز تريكو ان يكون الخلف كله بيكون بالغرزة المقلوب، هو ده اللي بيسهل علينا كمان الشغل في التريكو. يبقى انا عندي في الباترون دوت هو الشغل كله في السطر الاول والسطر الخامس بس، وعرفنا الرمز الجديد دوت ايه، وعرفنا شرح السطر الاول والسطر الخامس. وده الشكل بتاع الرمز اللي هو 8 ومكتوب جواه 4، وده اللي هو السبع غرز المقلوب، وفي الخلف بتكون عدل. لا هي السطر دوت، انا اسفه، السطر ده بيكون مقلوب وفي الامام وكمان مقلوب في الخلف. يبقى السطر دوت شكله بيكون الغرز ديت في الامام وبرده بتبقى مقلوب في الخلف. في كمان الغرز الحافه، الغرز الحافه دي مش داخله في عينه الغرزه، احنا بنزود بعد ما بنعمل عينه الغرزه بنعمل غرز الحافة. ممكن نعمل غرزة في الاول وغرزة في الاخر، او غرزتين في الاول وغرزتين في الاخر، على حسب ما انتي تحبي. بالنسبة لشغل غرزة الحافة في عندكم فيديو، ممكن لو حابين تشوفوه. وكمان عامة احنا بنشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، دي بالنسبة للغرزة الحافة اللي في اول السطر. اما الغرزة الحافة اللي في اخر السطر دي بننقلها على الابرة اليمين من غير ما نشتغلها، وبيكون الخيط امام الشغل. وكده يكون شرح الباترون نظري انتهى، واتمنى يكون الشرح واضح وسهل وتنفذوه ان شاء الله وتستفيدوا، ونروح مع بعض ننفذ الغرزة عملي. بسم الله. هنبدأ نشتغل اول سطر من سطور عينة الغرزة. طبعا احنا بنشتغل اول غرزة، غرزة حافة ناخدها عدل من اللفة الخلفية، ودوت الغرزة دي مش ما بتكونش داخلة في عينة الغرزة. هنشتغل بعد كده من اول هنا غرز العينة، هنشتغل سبع غرز مقلوب. يبقى احنا بنشتغل في السطر الاول وبدأنا واشتغلنا سبع غرز مقلوب. يبقى اول السطر بنشتغل سبع غرز مقلوب، بعد كده هنعمل لفة. يبقى هنعمل لفة زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنشتغل غرزة عدل، وبعد كده نعمل لفة. وهننقل اربع غرز على الابرة اليمين من غير ما نشتغلهم، وهنشتغل الغرزة الخامسة عدل، وهنقفل الاربع غرز على الغرزة الخامسة اللي انا عملتها عدل. يبقى مع بعض هنقفل غرزة غرزة. يبقى الغرزة الاولى هنقفلها، وبعد كده الغرزة التانية،
والغرزة الثالثة والغرزة الرابعة. يبقى كده احنا قفلنا الاربع غرز اللي احنا نقلناهم على الابرة اليمين من غير ما نشتغلها، وده بيكون الشكل. هنيجي بعد كده نعمل لفة وهنشتغل غرزة عدل، وبعد كده نعمل لفة، وده آخر حاجة في السطر، وبيكرر العينة اللي احنا شفناها لغاية آخر حاجة في السطر. ولازم يكون طبعا العدد الغرز اللي احنا بدأناها بيكون هي اللي انتهينا بيها. هنشتغل مع بعض السطر التاني، واحنا قلنا السطر التاني وكل السطور الخلفية هيكون بالغرزة المقلوبة. يبقى هنشتغل غرزة حافة في الأول، وبعد كده بقية السطر هنشتغله مقلوب. يبقى شغل السطر التاني وشغل السطر السطور الخلفية كلها أو السطور الزوجية كلها دي بتكون شغلها مقلوب. يبقى زي ما انتم شايفين معايا احنا بنشتغل كل الغرز مقلوب، حتى اللفة برضو بنشتغلها مقلوب. بنبدأ السطر بغرزة حافة وبننهيه بغرزة حافة، وكل الغرز بتاعة العينة بنشتغلها بالغرزة المقلوبة، وده بيكون شكل السطر التاني. يبقى احنا بنشتغل السطر التاني والسطور الخلفية كلها بالغرزة المقلوب زي ما احنا شفنا مع بعض في الفيديو. نبدأ بغرزة حافة وننهي بغرزة حافة. وصلنا مع بعض للسطر الثالث. هنبدأ بغرزة حافة وبنشتغلها عدل من اللفة الخلفية، وهنبدأ من أول هنا في شغل السطر الثالث. كل السطر الثالث عندي هنشتغله عدل، يبقى شغل السطر الثالث هيكون بالغرزة العدل. يبقى أنا عندي السطر الثالث والسطر السابع بنشتغله عدل. يبقى نقول تاني، السطر الثالث شغله بداية السطر غرزة حافة ونهاية السطر غرزة حافة، وشغل السطر كله بنشتغله بالغرزة العدل. يبقى شغل السطر الثالث بيكون زي شغل السطر السابع، بيكون بالغرزة العدل زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو. يبقى احنا بنشتغل السطر الثالث بالغرزة العدل. هنشتغل مع بعض السطر الخامس والسطر الرابع. طبعا اشتغلناه مقلوب لان هو من السطور الخلفية، والسطور الخلفية كلها بالغرزة المقلوبة. هنبدأ مع بعض السطر الخامس نشتغل غرزة حافة، وبعد كده من اول الغرزة دي هيكون عندي العينة، هنعمل لفة، وبعد كده هشتغل غرزة عدل، وبعد كده لفة، وانقل اربع غرز على الابره اليمين من غير ما نشتغلهم، وبعد كده هشتغل الغرزه الخامسه هشتغلها عدل، وهقفل الاربع غرز على الغرزه اللي انا اشتغلتها عدل. هقفل الغرزه الاولى، وبعد كده الغرزه الثانيه، والغرزه الثالثه، والغرزه الرابعة. يبقى انا كده قفلت الاربع غرز اللي انا نقلتهم على الابرة من غير ما اشتغلهم، وده بيكون الشكل النهائي. هاجي بعد كده اعمل لفة واشتغل غرزة عدل، وبعد كده هعمل لفة وهشتغل سبع غرز مقلوب. يبقى السطر الخامس عكس السطر الاول. السطر الاول بدأنا بسبع غرز مقلوب، السطر الخامس بننهي السطر بسبع غرز مقلوب. يبقى شغل العينة عندي في السطر الخامس عكس شغل العينة في السطر الأول، وبنكرر اللي احنا عملناه حتى آخر السطر. يبقى الـ14 غرزة دول هما اللي بيتكرروا عندي حتى آخر غرزة في السطر، وبينتهي السطر عندي بغرزة حافة، وده بيكون شغل السطر الخامس. بنبدأه بغرزة حافة وبننهيه بغرزة حافة، وبعد كده بنطبق الشغل البطرون زي ما احنا شفنا مع بعض. ده شغل السطر الخامس بنفس النظام ونفس التقسيم. وصلنا مع بعض للسطر السابع، وده آخر سطر عندي في السطور الفردية هنشتغله كله عدل.
احنا قلنا ان السطر السابع شغله زي السطر الثالث، يبقى انا عندي سطرين في العينة بنشتغلهم عادل، هو السطر الثالث والسطر السابع. طبعا بعد السطر السابع في عندي السطر الثامن هنشتغله مقلوب، وتكون بنهاية السطر الثامن يكون العينة عندي انتهت، واكرر من اول سطر حتى ثامن سطر. يبقى انا دلوقتي بشتغل السطر السابع، بدأناه بغرزة حافة بناخدها عدل من اللفة الخلفية، وبنكمل بقية السطر بالغرزة العدل، وبننهي بغرزة حافة بننقلها على الإبرة اليمين من غير ما نشتغلها، وبيكون الخيط عندي أمام الشغل. ده بيكون شغل السطر السابع، وده آخر سطر عندي في السطور الفردية لعينة الغرزة. ده بيكون شكل السطر بعد ما انتهى شغله. وبانتهاء السطر الثامن كده يكون العينة عندي خلصت شغلها. اشتغلنا 8 سطور ب 14 غرزة، وده بيكون شكل العينة. ولو حبينا نكرر هنكرر من السطر الأول حتى السطر الثامن، وهنكرر برضو عدد الغرز 14 غرزة. وطبعا احنا كررنا زي ما انتم شايفين معايا، كررنا النموذج اكتر من مرة، وده بيكون شكله. طبعا احنا اشتغلنا بخيط رفيع وابرة مقاس رقم 3. اتمنى ان هي تنال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.